ومع الفريق الكل معكم انتوما مستمعينا 28 دقيقه مازلتوا في الثنيه. شنو حال الطرقات؟ فما سيركولاسيون؟ واسعوا بالكم، نحن كنونسوكم بالموسيقى وبالفقرات وان شاء الله نفيدوكم. وتوا مش نحكيوا طرقات لانه بحذنا سي ايمن بن ابراهيم مقرر اللجنه الاستراتيجيه الوطنيه للسلامه المروريه. بكري حكينا على برنامج الصحه، تو مش نحكيو على السلامه المروريه وشنو حضروا كاستراتيجيه مش يكونوا معاكم زدهوما على الطرقات ويوعيوا التوانسه قد ما ينجموا مش تكون طرقاتنا سالمه ومش نمشيو لباس ونروحوا لباس. يا ايمن صباح النور. صباح الورد مدام نبيله، مرحبا بمتابعي الاذاعه الوطنيه. كما ذكرت سيادتك معناها اليوم التام هو الصحة معناها نتاع المواطن التونسي، وكما نحكيه على الصحة المتعلقة بالأمراض الموسمية كذلك الموضوع نتاع السلام المرورية هو موضوع صحة بامتياز باعتباره أنه يخلف جرحى وقتلى على الطرقات، وهذا معناه شيء اللي نشتغل عليه باش نحسنه في مؤشرات السلامة على المدى القصير والمتوسط والبعيد من خلال التنسيق المباشر واليومي والاستشراف واقع سلامة المرور مع عديد الهياكل، وهذا يدخل في صلب المهام الموكلة للمرصد الوطني لسلامة المرور وكذلك المجلس الوطني لسلامة المرور واللي هو معناه الهيكل الرائد في مجال سلامة المرور المعني باستشراف واقع سلامة المرور، التنسيق مع الهياكل المعنية سواء بالبنية التحتية والطرقات وكذلك الهياكل المعنية بالصحة العمومية فيما يتعلق بالتدخل ما بعد الحادث وإعادة التأهيل البدني والنفسي للمصابين في حوادث المرور، كذلك التنسيق مع المجتمع المدني والأطراف الخارجية على المستوى الدولي في هذا المجال. المرصد الوطني للمرور اللي لسنوات شاركنا في مختلف منوعاتنا وبرامجنا كل ما تحثوا على المرور نمشيو لهم اليوم، هما البارح أول يوم من السنة الدراسية الجديدة. شنو سجل المرصد؟ عندكم شي بعض الملاحظات؟ لاحظتوا مثلا وجود ما نعرفش نقاط سوداء على مستوى المرور في مختلف المدن؟ النصائح اللي نجموا قدموها اليوم لمستمعينا مستعملي الطريق، وكيقول مستعمل الطريق من المترجل للي على الموتور للي على البسكليت للي في وسائل النقل العمومية للي في سيارته الخاصة. نحكيه من العام للخاص أستاذة، احنا في المرصد الوطني لسلامة المرور سجلنا انخفاض منذ بداية السنة إلى حدود تاريخ 15/9، انخفاض في عدد الحوادث قدر ب 684 انخفاض حادث، انخفاض في عدد القتلى قدر ب 63 قتيل في الانخفاض، وكذلك الجرحى 866 أقل من السنة الفارطة في نفس المدة. النتائج هذه معناها رغم اللي هي تفرحنا معناها تونديسك ثم انخفاض وتقليص في المؤشرات معناها متاع الحوادث والقتلى والجرحى، إلا أنه مازال العمل متواصل. والبارح معناها كان المرصد الوطني لسلامة المرور بمختلف فروعه الإقليمية حاضر في المدارس الابتدائية العامة العمومية والخاصة، من ذلك مدرسة حي بشرى بالمروج، كذلك هو مواصلة لعمل تم معناها الانطلاق فيه خلال السنة الدراسية 2023-2024 واللي من خلاله أذن السيد وزير الداخلية والسيد وزير التربية بإحداث لجنة مشتركة بين الوزارتين تعنى بالتحسيس و حماية محيط المؤسسات التربوية، واشتغلوا خلال السنة الفارطة على ثلاثة محاور رئيسية اللي هي تعميم مبادئ الإسعافات، حماية محيط المؤسسات التربوية من العنف المدرسي والمخدرات، وكذلك حماية الأطفال متاعنا من مخاطر الطريق. العام الفارط سجلنا أكثر من 530 نشاط ميداني تحسيسي موجه للأطفال في المدارس الابتدائية والإعدادية. السنة باش نواصلوا في نفس التوجه، وكل نشاط يصير معناها عنده نتائج إيجابية على المدى القريب والمتوسط والبعيد. الفئة العمرية هذه اللي هي الأطفال اللي في المدارس هي من ضمن عديد الفئات اللي يشتغل عليها المرصد. نقاو اللي المرصد يشتغل مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ونخص بالذكر الإدارة العامة للطفولة على دليل سلوكيات المحمودة للطفل اللي هو في الفترة العمرية من 3-5 سنوات واللي هو معناها في رياض الأطفال سواء العمومية أو الخاصة، وكذلك في السنة التحضيرية في المدارس الابتدائية. هذه فئة من الفئات كما قلت لك. كذلك يشتغل المرصد الوطني لسلامة المرور على فئة الشباب من خلال دور الشباب
والمركبات الثقافية والجامعية، كذلك العمل المتواصل على فئة الشباب خاصة في مجال سياقة الدراجات النارية. وكما تعرف المرصد الوطني لسلامة المرور الهدف متاعه هو يوم تكويني تحسيسي لرخصة السياقة صنف ألف ألف بالشراكة مع الهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة، واللي يوميا عدنا نشاط بمعتمدية بالشراكة مع السلطات الجهوية. اليوم وين النشاط متاعكم؟ البارح خدمنا في الوردية وغدوة الحي عدنا في ولاية بنزرت، كذلك العمل يسير على مستوى العنصر البشري صحيح، وكذلك على مستوى البنية التحتية بالأساس مع الإدارة الجهوية للتجهيز في مختلف الولايات والبلديات مرجع نظر متاحها، كذلك البنية التحتية وتخفيض في السرعة، وهذا يدخل في مقاربة النظام الآمن اللي تشتغل على الحد من السرعة في محيط اللي يكون فيه معناها كوابيتاسيون ويكون فيه معناها تواجد كثيف للمترجلين ولمستعملي الطريق اللي هما أكثر عرضة لمخاطر الطرقات. نعم. اللي هما الدرجات النارية والدرجات والمترجل. ما دامك وصلت الموضوع التخفيض من السرعة، نوصل للزون 30 هذية، لأنه عم ناول حسب الأمر عدد 454 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023، تم تحديد السرعة في المحيط متاع المؤسسات التربوية ما نفوتوش 30 كيلومتر في الساعة. إلى أي حد هذية مطبق اليوم وشكون يسهر على تطبيقه؟ هل أنه المواطن فهم الحكاية هذية وبالحق يمشي في 30 في الساعة؟ هو كما تعرف الأمر 454 المؤرخ في 5 جوان 2023، المنقح والمتمم للأمر عدد 151 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جان في 2000، يعنى بتنظيم الجولان والحد من السرعة في مناطق معينة. في النص سنة 2000 كان معناها يضع القانون على إمكانية التخفيض من السرعة للمسؤول الجهوي المدير الجهوي للتجهيز وكذلك رئيس البلدية كل حسب مرجع النظر نتاعه للتخفيض في السرعة في المناطق التي يراها مناسبة لذلك. التنقيح تم في الفصل 4 و5 بالذات، وهو معناها أضاف أنه تكون إجبارية هالتخفيض هذايا في محيط المؤسسات التربوية والجامعية والثقافية والرياضية. التنسيق مع المجتمع المدني وكذلك البلديات وكذلك الإدارات الجهوية للتجهيز نحو تطبيق القانون هذايا خاصة في المناطق ذات الأولوية. نلقاو بعض المدارس التونسية تفتح أبوابها على طرقات رئيسية السرعة نتاعها تتجاوز في بعض الأحيان 50 كيلومتر، إضافة إلى العمل التحسيسي والعمل الميداني اللي يقوم به المرصد. المرصد كذلك يضغط إيجابيا على البلديات من خلال الإحصائيات والدراسات. ولهنا نحب نشير إلو سنة 2023 تولى المرصد الوطني لسلامة المرور مع المرصد الوطني للتربية صلبة وزارة التربية بإعداد دراسة تم من خلالها تحديد المناطق ذات الأولوية، تم من خلالها بيان مدى تطبيق النص هذا اللي هو متعلق بالتخفيض في السرعة واللي من شأنه باش يحد من الحوادث. حسب الدراسة يطبقوا ولا ما يطبقوش؟ مش حسب الدراسة، هو ينزم يتطبق حسب القانون. دونك طريقة التنفيذ انتم جيتوا تشوفوا ما بين عامين والسنة هل أنه نفذ هذا القانون؟ فما بعض المبادرات نذكر على سبيل المثال بعض المناطق كما سيدي عبد العزيز في المرسى، سيدي بوسعيد، ثم بعض المبادرات كذلك يطلبوا المشورة بعض المعتمديات وبعض البلديات كما سيدي حسين، كما دونك ثم أنشطة صارت زادة حماية محيط المؤسسات التربوية من خلال تركيز الأعمدة الحديدية اللي هي تجي مقابلة للخروج التلامذة. كما تعرف صغيراتنا يبدأوا معناها خارجين بكل فرحانين يخرجوا معناها بطريقة متحمسة شوية، وأقل واجب تنجم تقوم به معناها السلطة الجهوية المحلية إنها تركز بعض الأعمدة اللي ما تخليش الصغير يخرج ديريكت للطريق، وهذا من شأنه إنه باش يحسن في مؤشرات سلامة بالنسبة للفئة العمرية هذه. أنت قلت اللي ما تخليش الصغير يخرج مباشرة للطريق، أنا ما نلومش على الصغير، خليه يخرج على روحه فرحان. مصاب نمنعه مرور سيارته ووقوفها بطريقة عشوائية أمام المؤسسات التربوية، نقوله هنا وقت اللي نبدأ على طريق رئيسي كياس هذه صعبة، فتولي شنو نحط بوليسي في النقاط هذوكم ولا كيفاش؟ هي المقاربة متاع النظام الآمن، مش بدنا احنا شوية على الاستراتيجية الوطنية
معناها احنا تو في عهد الرقمنة وفي عهد التطور والتكنولوجيا. المقاربة هذه اللي هي تشتغل على عديد العناصر، اهمها استغلال التكنولوجيا الحديثة خدمة لسلامة المرورية وتحسين المؤشرات. نحكي بالضبط، احنا نحكي تو على مخالفات بالقانون الطرقات الحالي ترفع بواسطة العون ولا ترفع بواسطة الآلة الا في بعض الحالات اللي هي تتعلق بالسرعة أو غيرها من المخالفات. التوجه العام أنه الحضور الأمني والمراقبة اللصيقة، دونك هذا حل معناها ما عادش يستجيب لمتطلبات العصر. دونك التوجه العام حسب التطور معناها نتاع وسائل الإثبات الجديدة يكون إثبات الجرائم المرور ومخالفة المرور بواسطة وسائل أخرى كالكاميرا مثلا اللي هي سوف تطبق. نفس المعاينة تصير بواسطة العون، نفسها تنجم تصير بواسطة الآلة، وهذا من شأنه إنه يخلق لنا برشة معناها إيجابيات. نذكر على سبيل الذكر للحصر معناها إنه اللي فيه ديسيوزيف نتاع الكاميرا المواطن معناها أخي بحاجة ممكن نشوفها على طريق هي الامبيونيتي، معناها يرتكب المخالفة ويقول لك بوم فمش دورية خلنا نتعدى. وقت اللي تولي منظومة نتاع مراقبة يولي كل واحد معناها يقرح حسابه، يولي يحترم القانون. وهذا الفئة العمرية الأخرى اللي هي تجاوز 18 سنة اللي هي بالحق يلزم ننظر في تطوير آليات المراقبة. وهذا معناه التوجه معناه بالتنسيق مع الإدارة العامة للنقل البري صلبة وزارة النقل ماشيين فيه بالقداء. النص القانوني فنيا تم إعداده وتم إحالته إلى بقية الهياكل لإبداء الرأي. دونك هذا موضوع معناه ذكرناه على سبيل الذكر من بين الحاجات اللي يشتغل عليها معناها المجلس الوطني لسلامة المرور. التكنولوجيا أكيد، وكذلك الرفع من القدرات في مختلف القطاعات على غرار البنية التحتية، النقل، الفحص الفني، مراجعة النصوص القانونية. دونك هذم كلهم محاور يشتغل عليهم المرصد في إطار مقاربة توصلنا في حدود 2034 إلى التخفيض بنسبة القتلى إلى 50% من النسب الحالية. وكل روح معناها تزهق في الطريق، احنا معناها نشتغلوا على معناها الحد من هذا النزيف اللي هو عنده أبعاد اقتصادية واجتماعية ومآسي عائلية كبيرة، واللي احنا ماناش كما نقولوا راضيين على الوضع الحالي، وكل يوم قاعدين نقدموا لتحسين المؤشرات. وكي نراو النتائج قاعدة تتحسن ديجا مؤشر باهي ويزيد يحفزنا للمضي قدما. شنو تقول للتوينسة اللي يسمعوا فيك؟ مش نختموا لقانا اليوم سي أيمن بن إبراهيم عن المرصد الوطني لسلامة المرور. نذكر اليوم بشعار العودة المدرسية تلمذتنا أمانة في رقبتنا. نحب نقول للأولياء بصفة أولى ولمستعملي الطريق بصفة ثانية إنه صغيراتنا راهو أمانة، أمانة في حمايتهم من مخاطر الطريق، من عديد المخاطر الأخرى. التأطير واجب من الأسرة اللي هي العمود الأول للطفل وتربية الطفل، كذلك المجتمع المدني قاعد يقوم بمجهود يشكر فيذكر في المجال هذايا، وكذلك هياكل الدولة تنخرط في المنظومة هذه. نلقاو اللي ثم تجاوب كبير مع مندوبيات الجهوية للتربية لاحتضان مثل هذه الأنشطة. نلقاو إقبال معناها التلفزة الوطنية البارحة غطات النشاط في الوردية معناها اللي في العفو في المروج اللي صار، والانخراط هذا والتكاتف هذا من شأنه انه يحسن في المؤشرات كما ذكرنا، ولا سيما الوسائل الاعلام اللي بإذن الله نزيدوا ان نقدموا المزيد من الدعم لهذا المجهود. هذا هو معناه. وإن نزيد على كلامك حاجة أخرى، هو مهم نعملوا لقاءات متاع توعية للصغيرات، اما نلاحظوا ديما الصغار اليوم واعيين أكثر من الكبار، فماذا بيكم تعملوا للكبار توا دورات متاع توعية؟ لأنه البو ولا الأم هما اللي يجروا في الكياس، وهما اللي يدوبلوا على اليمين، وهما اللي ماش عندهم وقت خاطر يلزم يمشوا يخدموا، فالسرعة تكون كبيرة. وأولادنا ما تنسيوش ديما اللي هما أحلامنا تمشي على ساقيها، كذلك كالصغرون اللي هز كرتابة أكبر منه قد ما نحافظوا عليه شوية. فردوا بالكم خاصة وانتم تسوقوا بحذاء المؤسسات التربوية. مع شكرنا ليك سي أيمن بن إبراهيم، مقرر اللجنة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية عن المرصد الوطني لسلامة المرور، اللي يلزم يزيد حضوره في وسائل الإعلام. أكيد نحن عذبنا اللي مش ديما إيماني قلت لك لازم نزيدوا مش نوعيه المواطن قد ما نجمه، ونعطيه حتى يوميا كل صباح
انا هما كيسات المعبيه وانا هما اللي اقل اكتظاظ باش نعاونوه حتى هو يحط البلوم تاعو منين مش يمشي ومنين مش يقص وشنو هو يربى مال النقاط السوداء في طرقاتنا اللي نبعدوا عليها خاصه في اوقات الذروه. شنو رايك؟ اكيد اكيد هي الـ 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 المنظومه نتاع السيوله والمنظومه نتاع الفلويديتي نتاع الطرقات كما نقولوا احنا معناها مهمه جدا. الاكيد انه استغلال التكنولوجيا الحديثه على غرار معناها ما توفره التطبيقات المجانيه في هذا الشان، وهذه معناها فرصه باش نذكر بعض المشاريع اللي يقوم بها المرصد مع مؤسسات الجامعيه ومع الطلبه نتاعنا اللي هما عندهم بوتنسيال كبير سورتو في توسكي ابليكاسيون توسكي معناها استغلال الرقمنا. موجوده بعض لي زابليكاسيون اللي ممكن حتى نجموا حتى نمدوكم بهم ويتم استغلالها حصريا معناها. شكرا لك مع الاذاعه الوطنيه. نسمع اغنيه ومن بعد نواصلوا مع باقي ضيوفنا وفقراتنا. انا عم بحلم ليل نهار